FM. الكلمة ليك سعيدة قراش. احنا اونساتوندي يا اما سعيدة قراش ولا بشرى بالحاج حميدة نلقاوهم اليوم في التركيبة الحكومية. تم استبعادكم وكيف كيف على ما يبدو باش يتم استبعادك حتى انت من امبوست هكا اليوم تقول في المغرب تقول انت نفيت بانه تم استبعادك من من من, من منصب مستشاره برتبه كاتب الدوله لدى وزير لدى رئيس الجمهوريه وقلت احنا انا اليوم لو كان عيطوا لي البوست هذايا ما نفش نعتذر باش نقبل فيه مع انه العصفوره قالت لي لا راه فما عباد تحفر لك قاعده. ايوه شيمني في عصفورتك. انا ما عنديش عصفور. أنا صحيح أنه السيد رئيس الجمهورية عيط لي وخيرني بين كتابة الدولة للمرأة قبل ما تولي وزارة في الأورغانيغرام القديم وعرض علي وكان هو قال لي أنا نفضل أنك تجي معايا مستشارة للقصر مكلفة بالعلاقة مع المجتمع المدني وله بعض الملفات اللي يحب يلقى فيها حلول منها الجرحى وشهداء الثورة مسألة المفقودين في الهجرة وغيره اللي ملفات اللي فما حاجات اللي هو حتى كي كان رئيس حكومة قبل يعرف هالملفات هذه ويعرف اللي ثم جمعيات تخدم عليها ويعرف اندي ملفات يلزمها تلقى حل ويحب من موقعه كرئيس جمهورية يلقى خاطر الغائب الأكبر في المسألة هذه مثلا في رئاسة الدولة هو يحب يعطيها الغائب الأكبر هو التوجه الاجتماعي ثورة اجتماعية بالأساس مرحلة مقبلة نتاع طلبات اجتماعية بالأساس وهو كيخمم في البوست هذايا خمم أنه يلقى الروح أوفرتور وانفتاح على المجالات هذه ومن موقعه كرئيس جمهورية يتحرك في إطار حلها وما عندهاش معناها تضارب مع صلاحياته. قال لي نفضل هذا. قلت له أنا شرف لي معناه بالعكس حياتي بنيتها في المجتمع المدني وكان نقاش حول الرتبة خاطر أنا مطالبة كي باش نمشي غادي مطالبة أني نسكر الكابيني متاعي بالقانون ما عادش عندي الحق نخدم خدمة أخرى. وقتها ما كانش في الأورغانيغرام إمكانية لأنه كان وارد أنه عباد فما حد داخل باش ياخذ موقع المستشار الاقتصادي وغيره. قلت له بالرتبة المطروحة راني خمولي في رتبة توازي نشاط توازي ولا به. وقتها كلموني من القصر قالوا لي غير ممكن إلا باش يتحل بوست إلا في شهر أفريل الجاي وبالتالي سيلباجي قالك في الحالة هذه بما أنك أنت مهتمة بمسألة المرأة وحياتك عديتها فيها خذ كتابة الدولة المرأة. قلت على الظالين أمين. من بعد عاود عيت لي وحلوا المشكلة قال لي هاو برتبة مستشار أول برتبة كاتب دولة مكلف بالعلاقة مع المجتمع المدني. قلت له متفقين. وقتها باش ما نظلم حتى حد وقتها دخلت خديجة شريف في الكورسة وبالعكس معناها وقتها ولاد سيستيماتيكمو التوجه أنه خديجة شريف هي اللي تاخذ وزارة المرأة. هذا ما حدث. بالنسبة لي التسمية مازالت ما هبطتش في الجورت دونك تبقى مقترح. مقترح شنو تو كلام البيجي معناه مش اللي مقترح كلام قال البيجي نحب سعيدة قراش اليوم علاش ما هبطتش في الجورت. حتى انا بالنسبة لي امرأة قانون مباشرة الوظيفة ما تتم الا بعد التسمية اكيد اما ظاهر وانه ثم بيع وشراء ياسر من مش بيع وشراء يعني كاني معناها يتصرف الباجي مع الدولة كأني معناها اقطاع سياسي لا 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 لا, لا, لا مش اقطاع سياسي لا هو يعرف لي بروفيل متاع العباد يعرف لي بروفيل الحكومة بالنسبة لي يقول لك أنا نقترحك في ما عندك أنت ندخل في الكوتا في كوتا متاع أحزاب ولا وهو يعرف مناضلي الحزب ينجم يقترح ينجم إلى بوي إلى بوي معناها دي سيزون مع خديجة الشريف لا ما كانش عنده اعتراض هو كي قالوا له هو قال على اساس هو ما يتدخلش مباشره حتى انا جنرال ميلا با اترا في وضع مثل كمال جندوبي اللي زميلته خديجة الشريف تنظر حياتها كامله معاهم بعد يتم ابعادها ويقرحوا هو مع زياد العذاري اللي هو متراس لجنه 9 افريل واقبلها وقتلها وغيره معناها كاين انديلام كبير معناها اخلاقيا لا اسمع لانه المنصب والوظيف يغلب المبدا لا مش هذا سي كمال خذا حريه اختيار وتحديد الموقع انه يبقى ولا ما يبقاش كي تدخل النهضة في الحكومة داكورد كيما لطيفة كيما غيرها كيما الناس الكل فهمت حتى حد ما تفرض عليه حد شيء لكن هو خيرني بين أني نمشي للحكومة ولا نبقى معاه اخترت نبقى معاه قال لي ما لك هو الكلمة ليك